بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم أيها الكرام في رحلتنا الجميلة والمستمرة في داخل بيت النبوة الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. ما أجمل هذا البيت وأجمل الحالات اللي يمر فيها بحلوها ومرها، لأنه هي هذه طبيعة الحياة. الإنسان تمر فيه لحظات حلوة ولحظات صعبة كثير. خلونا نشوف كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع واحدة من أصعب اللحظات، وهي لحظات الفقد. الفقد مؤلم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام فقد أبوه قبل ما يولد، وفقد أمه وعمره 6 سنين، وفقد جده بعد ذلك وعمره 8 سنوات، فقد أحب الناس إليه، فقد زوجته وسنده في الحياة السيدة خديجة، فتغير لونه من الحزن عليها. يفقد أبناؤه وبناته كلهم إلا السيدة فاطمة. فقد القاسم وعبد الله وإبراهيم أولاده الثلاثة، وفقد بناته رضي الله عنهن جميعا، السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم. بقيت بس السيدة فاطمة، توفيت بعده. يعني لا تجي تقول أنا ما عانيت. فقد عمه وأخوه من الرضاع حمزة رضي الله عنه، وفقد عمه أبو طالب، فقد أهله. لكن كيف كان يتعامل في اللحظات الصعبة هذه؟ كان بشر، كان يدمع، وزي ما قلنا تغير لونه، وكان يحزن، لكن ما يقول إلا الحق. ولذلك قال لما فقد ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إيش هو اللي يرضي ربنا؟ إنه إحنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. إيش يكون الثواب العظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إنه هذا الكلام له فضل كبير. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا، صفيه أي واحد من أهله وأحبابه واللي يعز عليه، ثم من جزاء ثم احتسبه إلا الجنة. لك الجنة بمجرد ما تصبر. وفي الحديث القدسي يدور هذا الحوار العجيب بين الله وملائكته. الله عز وجل يقول للملائكة وهو الأعلم: أقبضتم فلذة كبد عبدي هذا، ولد أبوه وأمه؟ فيقولون نعم. فيسألهم الله وهو العالم: وماذا قال؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، الحمد لله، إنا لله وإني إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا ترى إذا فقدنا أحد من أهلنا وأحبابنا إيش وضعنا؟ هنصبر؟ هنحتسب؟ نبغى الجنة؟ نبغى بيت الحمد؟ وترى خلونا نعرف إنه اللقاء الحقيقي في الآخرة. هناك يصير الاجتماع. هذه الدنيا دار ممر، وبعدين نلتقي فيهم. فيا رب اغفر لمن مات من أهلنا وأحبابنا، وأحسن لنا الختام، واجعلنا من الصابرين إذا فقدنا أحد منهم. يا رب صلي على خير خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.